إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في لايف جديد من نواحي بن سليمان لعشاق الطماطم. ماطيش الجودة عالية تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك الخيرات. شوفوا معايا ماطيشة كيف دايرة، حبة حبة تبارك الله، بحال الزبدة. جودة عالية تبارك الله، الثمن ديالها موجودة اليوم، الثمن ديالها كيبدا من 3 دراهم. والخيرات تبارك الله، الصورة أمامكم من قلب الفضالات نواحي بن سليمان لعشاق مطيشة. فخيرات موجودة، والثمن موجود ديال الطماطم مشاهدينا الكرام، خيرات موجودة مشاهدي قناة شوف تي في. دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب الفضالات نواحي بن سليمان. مطيشة موجودة ورخيصة وثمنها في متناول الجميع مشاهدينا الكرام. الصورة أمامكم، خيرات تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. مطيشة موجودة ورخيصة وثمنها كيتراوح ما بين 2.5 دراهم حتى 3.5 دراهم، والجودة جودة عالية تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. مطيشة موجودة وحبة حبة، المليح دير بالصح. إذا الصورة أمامكم، مطيشة موجودة تبارك الله ورخيصة وثمنها مناسب، دايرة 2.5 دراهم حتى 3 دراهم، والجودة جودة عالية مشاهدينا الكرام. إذا دائما مشاهدي قناة شوف تي في لعشاق الطماطم، الخيرات موجودة تبارك الله، والجودة جودة ما ذكرت. مشاهدي قناة شوف تي في، مطيشة موجودة اليوم في السوق، ثمنها مناسب، والجودة جودة عالية، اللهم بارك وزيد في ذلك مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. خيرات خيرات سيدي ربي، مطيشة اللي كانت واصلة حتى 15 درهم رجعات، وثمنها ولا مناسب، ما كيتجاوز 3 دراهم، 3.5، 2.5. فيوم الأربعاء وصلت حتى 30 ريال درهم ونص، سبحان الله. خضرة موجودة، لي غالي هو بطاطا وخيزة، هادشي اللي غالي بطاطا وخيزة مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، هما اللي غاليين. باقي أنواع الخضر موجودة وثمنها في متناول الجميع مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. خيرات لعشاق الطماطم، فالخيرات تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك مشاهدينا الكرام. مطيشة موجودة وثمنها مناسب، خير مولانا تبارك الله، حبة حبة، والجودة تبارك الله. الصورة أمامكم، خيرات خيرات سيدي ربي، والثمن مناسب مشاهدي قناة شوف تي في. صورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدينا قناة شوف تي في، مطيشة موجودة ثمنها مناسب، دايرة 3 دراهم. خويا اسم محمد بن محمد، مطيشة بالفعل خيز وطالع الثمن ديالو، الكرجة حتى هي غالية، البطاطا حتى هي غالية. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أنا معكم نقلب الفضلات. مطيشة غالية موجودة ورخيصة وثمنها مناسب، 3 دراهم الكيلو، اللي غالي هو بطاطا والكورجيت وخيزو والسلاوي، هادو هما اللي طالعين الثمن ديالهم هنا في الأسواق نواحي بن سليمان. نتمنوا الخير يا ربي، نتمنوا إن شاء الله الخير يوجد، نتمنوا الثمن ينخفض بالنسبة لهاد الخضر اللي مازال غالي. إذا مشاهدينا الكرام، مبقى لي إلا نودعكم جمعة مباركة، تدخل عليكم الصحة والسلامة باش ما تمنيتو. كنا معكم من قلب الفضالات نواحي بن سليمان، الخضرة متباينة، كاين اللي رخيصة وكاين اللي غالية، مطيشة رخيصة وموجودة، والخضر الأخرى فهي غالية كبطاطا كخيزو، طالع الثمن ديالهم. الله يدير شي تاويل خير، وإلى اللقاء.